احنا دلوقتي هنتكلم على المين كونكشنز اوف ذا ثالاميك نيوكلياي. هنتكلم جنرال، لان طبعا الموضوع ده موضوع طويل والكونكشنز دي كونكشنز كتيره. احنا هناخد المين كونكشنز اللي هتساعدنا في فهم الفسيولوجي والحاجات زي كده. فانا عندي ده الانتيرور نيوكلياي، انتيرور جروب، وده الميديال جروب، وده اللاترال جروب، وده البوستيرو جروب اللي بيسموه بولفينر، وده الميديال واللاترال جينيكوليت بودز. فالانتير جروب اوف نيوكلياي بتستقبل افرنت فايبرز من الماميلاري بودز، وبتدي افرنت فايبرز للسينجوليت جايرس. يعني الافرنت في الماميلاري بودي والافرنت في السينجوليت جايرس، وده الجزء ده تابع لللمبيك سيستم. لما نيجي للميديال جروب اوف نيوكلياي، تاخد الافرنت من الهايبوثالاموس، بقية اجزاء الهايبوثالاموس. طبعا الماميلاري بودي ده جزء من الهايبوثالاموس، بتاخد بقية اجزاء الهايبوثالاموس وبتدي للفرونتال كورتكس، وبتدي هنا الافرنت بتاعتها الفرونتال كورتكس. يبقى ده الميديال جروب اوف نيوكلياي. لما نيجي للبوستير جروب اوف نيوكلياي، دي بتاخد فايبرز من الافرنت من الميديال جينيكوليت بودي واللاترال جينيكوليت بودي، وبتدي للبرايتال والتيمورال ايه كورتكس، بتدي للبرايتال والتيمورال ايه كورتكس. دول ثلاث نيوكلياي. يبقى الانتيرور بتاخد من الماميلاري بودي وبتدي سينجوليت جايرس، الميديال بتاخد من الهايبوثالاموس وتدي الفرونتال كورتكس، البوستيرور تاخد ميديال ولاترال جينيكوليت بودي وتدي للبرايتال والتيمبرال كورتكس. نيجي بقية النوكلياي، فهيتفضل عندي هنا اللي هو اللاترال نيوكلياس. اللاترال نيوكلياس فيه فنترال وفيه دورسال بارت. الفنترال بارت فيه انتيرور فنتر وفنترال وانترميديت فنترال و بوستيرو فنترال. هنا اهو الانتيرور فنترال ديت بتاخد افرنت من الجلوبس باليدس، الجلوبس باليدس، وتدي افرنت للبري موتور كورتكس، تدي افرنت بري موتور كورتكس. الانترميديت بتاخد افرنت من الدنتيت نيوكلاس بتاع السيريبيلم، الدنتيت نيوكلاس اوف ذا سيريبيلم، وتدي للبري موتور كورتكس، الايفرنت بتاعتها للبري موتور ايه كورتكس. نيجي للبوستيرور، في عندي اتنين نيوكلياي، بي ال في ان تي وبي ام في ان تي. بي ال في ان تي اللي كانت بتاخد المنسكاي اللي هو الميديا المنسكاس والسباينال المنسكاس، وكانت بتوصل للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال ايه كورتكس. البي ام في ان تي اللي كانت بتاخد السنسيشن من الفيس عن طريق الترايجيمينال المنيسكاس، برضو بتوصل للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. ودول اهم نيوكلياي عندنا اللي هما بي ال في ان تي والبي ام في ان تي. دول بيستقبلوا السنسيشنز السباينال المنيسكاس والميديا المنيسكاس وتوديها للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. دي بتاخد سنسيشن من الفيس وتوديها برضه للسنسوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. اتفضل عندي الميديال جينيكوليت بودي واللاترال جينيكوليت بودي. الميديال جينيكوليت بودي دي كانت بتاخد اللاترال لمنيسكاس، وكانت بتودي بعد كده للاوديتوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. يعني الافرنت بتاعها لاترال جينيكوليت بودي، الافرنت بتاعها الميديال جينيكوليت بودي، الافرنت بتاعها اللاترال لمنسكس اللي هي اوديتوري فايبر، وتوديها الاوديتوري اريا اوف سيريبرال كورتكس. اللاترال جينيكولود بودي الافرنت بتاعتها كانت الفيجوال الاوبتيك تراكت، طبعا دي الاوبتيك تراكت، وبتودي للفيجوال اريا او الفيجوال اريا اوف ذا سيريبرال اي كورتكس. يعني دي كانت بتاخد الافرنت بتاعتها من الاوبتيك تراكت تودي للفيجوال اريا اوف ذا سيريبرال اي كورتكس. المنظر ده انا جايبه الحقيقه عشان افرجك ان النيوكلياي كل نيوكلياس وليها اريا سبيسيفيك في السيريبرال كورتكس، دايما اتصالها المباشر معاه. فعشان كده عاملين نفس الالوان. يعني لو جينا هنا
الانتيرو نيوكلياس بتودي، احنا اتفقنا بتجيب من الماميلاري بودي تودي للسنجيوليت جايروس. ادي السنجيوليت جايروس اهي واخده نفس اللون دي بتاع الايه اللي هو الليمبيك ايه سيستم. اما نيجي مثلا الاحمر ده السنسوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس اهي، البي ال في ان تي والبي ام في ان تي بيودوا هنا في السنسوري اريا اوف ذا سيريبرال ايه كورتكس. لما نيجي هنا اهو الاوديتوري اريا اللي هو الميديا الجينيكوليت بودي اتصالها بالاوديتوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس، اللاترال جينيكوليت بودي اتصالها بالفيجوال اريا اوف ذا سيريبرال ايه كورتكس، الميديال نيوكلياس اتصالها بالفرونتال ايه كورتكس اللي هو اتصالها بالفرونتال ايه كورتكس او الفرونتال بول او بري موتور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. ده المنظر ده بيعني اذا كانت دي اجزاء الثالاموس طبعا يبقى هنا ليها ريبريزنتيشن هنا مع السيريبرم، كل جزء من نيوكلياس من الثالاموس ليه جزء من السيريبرم بيتصل بيه بالاستمرار. بس ما ننساش ان الانتيرو نيوكلياس مع السنجيوليت جايروس دول تبع الليمبيك سيستم، وما ننساش ان البي ال في ان تي والبي ام في البي ام في ان تي والبي ال في ان تي مع السنسوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. ما ننساش ان الجزء ده اللي هو انترميديت بارت بتاع الميديا نيوكلياس بيوصل هنا للموتور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس اللي كان جايب من الدنتيت نيوكلياس، وهنا ده من الدنتيت نيوكلياس ده كان بيوصل للموتور اريا اوف ذا سيريبرال ايه كورتكس، وده اللي جايب من الجلوبس باليداس كان بيودي للبري موتور اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس، والميديال جينيكوليت بودي بتودي للاوديتوري اريا واللاترال جينيكوليت بودي بتودي للفيجوال ايه اريا. ده المين كونكشنز اوف ذا ثالاموس.